صور ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعضينا شيت رقم 3. طب شيت 3 ده بيتكلم عليه يا عم، اقعد يا عم بهزر، اقعد. بيتكلم عن 3 حاجات مهمين جدا جدا في حياتك العمليه، يعني بعيد عن المسائل والكلام الامتحان والكلام ده كله، لا الكلام ده بالنسبه لنا هو الواقع اللي انت بتعيش فيه بره لو انت هتشتغل في اي مصنع او اي شركه فيها مواتير او فيها الكلام ده. طب الشيت ده بيتكلم عليه، بيتكلم عن 3 حاجات، حاجه بسميها الستارتنج، حاجه بسميها السبيد كنترول، وحاجه تانية بسميها البريك. تمام، الحاجات دي لازم حد تكون عارفها كويس جدا جدا لكل الماشينز اللي عندك، سواء بقى الدي سي ماشينز او الاي سي ماشينز او السنكرونس ماشين او اي حاجه من دول. ليه؟ ان زي ما قلت لك ده هو شغلنا بره اساسا، هو ده شغلنا بره في الحاجات دي. انا كنت وعد الناس ان شاء الله هعمل لكم سيكشن مجمع بعد الميتر هشرح لكم فيه الكلام ده من ناحيه البراكتيكال عامله ازاي، بعيدا بقى عن وضع المثال والكلام ده. بس نظرا النهارده مفيش وقت، او امبارح حتى ما كانش في وقت والكلام ده، ان انا اقعد اتكلم بالتفصيل عن الحاجات دي وفي نفس الوقت حضرتك هتنساها اساسا. فانا بس هدي لك هنتات بسيطه كده على الراجل ده عشان اقدر اكمل بيه المثال بتاع النهارده، وبعد الميتر ان شاء الله زي ما قلنا ايه هنغطي الكلام ده بالتفصيل ليك انت او لمعرفتك انت يعني. طيب لو اتكلمنا على الستارتنج، هو ايه مشاكل الستارتنج عامه؟ الكرنت عالي. تمام، طيب يبقى انا المشكله الاساسيه في حته موضوع الستارتنج ان الستارتنج كرنت بيكون قيمته كبيره قوي، في بعض الاحيان ممكن يوصل معاك من 3 مرات لحد 8 مرات من قيمه الاي ريتد. بمعنى لو المكنه بتاعتك 100 امبير مثلا، ممكن في لحظه البدايه بس الكرنت بتاعها بيوصل ل 300 امبير او 500 او 600 لحد معاك 800 كمان، على حسب نوع المكنه بتاعتك ايه وعلى حسب نوع الابلكيشن اللي عندك ايه. تمام، هنتكلم ان شاء الله في السكشن اللي قلت لك عليه بالتفصيل هو ليه كبير والكلام ده كله. بس هنتكلم النهارده وهنتكلم برضو ايه مشاكل، بس الكلام ده فيما بعد. هنقول مثال بسيط او هنقول حاجه بسيطه، ازاي اقدر اقلل الراجل ده؟ بعيدا بقى عن اسباب وبعيدا عن المشاكل، اركنوها على جنب دلوقتي، ازاي اقدر اقلل قيمه الكارنت؟ طب هو بكل بساطه مين الكارنت ده؟ مش هو ده الكارنت المسؤول في الموتور اللي عندك؟ يعني لو فرضنا ده موتور وادي السبلاي، خليه 3 اطراف من الموتور ده، وده في الاخر ادي السريف السبلاي اللي عندك. فبكل بساطه مين الاي؟ الاي هو عباره عن البولت اللي حضرتك حاطه على اطراف الماشين من بره على الزد بتاع الموتور، على الامبيدنس بتاع الموتور. تمام كده؟ فيها كل الارات والاكسسوارات بتاع المكنه اللي عندك. فبكل بساطه لو حضرتك عاوز تقلل ده، قدامك حلين، لا اما اروح اقلل في الفي، لا اما ازود في الزد. ده هو لوجيك كده على طول. تمام؟ طيب الفي اقللها ازاي؟ خدته في المحاضره في طريقتين، في طريقه الستار دلتا، الستار دلتا بمعنى الموتور بتاعك بيكون النورمال بتاعه متوصل دلتا وانت بتيجي في البدايه بتوصله ستار. ليه؟ هقول لك كمان شويه. تمام، في طريقه ثانيه اللي هو بيسميها الاوتو ترانسفورمر، اللي هو بدل ما حضرتك تحط الفولت دايركت على المكنه اللي عندك، لا حط هنا في النص اوتو ترانسفورمر بحيث ان هو يقلل في الفولت. ده او ده الغرض منه ان الفولت بتاعك بيقل فبالتالي الكرنت يقل. تمام، في طريقتين تانيين وده هتشوفهم بره ان شاء الله في الشغل كتير عندك، يعني حاجه بسميها السوفت ستارتر وحاجه تانيه بسميها الانفرتر. تمام، طب الحاجات دي طبعا عباره عن حاجات باور الكترونكس، اجهزه باور الكترونكس يعني حديثه الصنع. حديثه طبعا دي معناها ان هي 15 20 سنه ورا، مش معناها امبارح او امبارح يعني. تمام، فالحاجات دي حاليا نقدر نقول ان هو بديل لحته موضوع الستار دلتا والاوتو ترانسفورم، بس برضه ما زال في بعض الابلكيشن بره بيستعمل ده او بيستعمل ده. تمام كده، طيب الانفرتر بالنسبه لنا هنتكلم برضه عليه ان شاء الله في السكشن مجمع، يعني من احد المزايا بتاعته ان هو يقدر كمان يعمل سبيد كنترول، يعني ممكن استعمله في الستارتنج وممكن استعمله كمان في السبيد كنترول وكمان ممكن استعمله في البريك، على عكس السوفت ستارتر هو جاي من اسمه بس ستارتر، هو فقط وظيفته الاساسيه ان بيعمل ستارت للموتور اللي عندك. في مشكله؟ طب الثلاثه دول بالنسبه لنا او سوري الاربعه دول هما اللي بيقولوا لي في مين؟ في الفولت. طب حضرتك مطالب بمين في المسائل؟ مطالب بالستار دلتا، مطالب بمين؟ بالاوتو ترانسفورم. تمام، سواء كان مثال او كان شرح نظري. طيب ايه بقى اللي بيحصل في الفولت؟ اللي بيحصل في الفولت بالنسبه لي ممكن اشوف الصوره دي جايه هنا، في حته موضوع الستار دلتا، في حته موضوع الستار دلتا الطبيعي بتاعك الموتور بيكون متوصل دلتا وانت بتيجي في لحظه البدايه بتوصله ستار. طب ايه اللي بيتم؟ اللي بيتم لما حضرتك بتوصل الموتور بتاعك ستار بدل ما انت بتوصله دلتا، بتلاقي ان الكرنت الاساسي اللي هو الاي ستارتنج يعني
في حالة إن أنت بتستعمل ستار دلتا ستارتر بيكون تلت الأي ستارتنج لو أنت مش مستعمل أي حاجة. طبعا كلمة مش مستعمل أي حاجة دي معناها أنت موصل المكنة بتاعتك دايركت أونلاين. دي أو إل اختصار كلمة دايركت أون لاين، يعني الموتور بتاعك متوصل مباشرة على مين؟ على السبلاي. في مشكلة كده؟ طيب مين أساسا اللي هو الأي ستارتنج اللي هو دايركت أون لاين ده؟ بكل بساطة هو قيمة الأي 1 أس إيكوال 1، يعني عوض في معادلة الأي اللي أنت كنت عارفها قبل كده في السكشن اللي فات، بس حط الأس بكام؟ بول. تمام؟ يبقى أنا من مزايا الستار دلتا ستارتر إن حضرتك الكرنت بتاعك بيقل لتلت، بس من أحد عيوبه إن التورك ستارتنج باستعمال الستار دلتا ستارتر ده هو التاني برضه بيقل للتلت، وطبعا ده أحد عيوب النوع ده. تمام؟ دايركت اون لاين نفس النظام، مين اللي ستارتنج تورك باستعمال دايركت اون لاين؟ هو نفسه التي ام جي، بس حضرتك هتحط الاس بكام؟ ب 1. في مشكله؟ يبقى الراجل ده ليه ميزه وليه عيب. الميزه اللي هو فيه بيقلل الكرنت لكام؟ للتلت، يعني بدل لو الستارتنج كرنت مثلا هيكون 300 امبير، لا انت هنا متاكد ان هو هيبقى في رينج مين؟ ال 100 امبير. بس المشكله الثانيه ان التورك بتاعك بيقل، الستارتنج تورك اللي بتطلعه المكنه اللي عندك بيقل، وده هيأثر على اللود زي ما هنشوف كمان شويه في وضع من المسائل، هنشوف الكلام ده ايه مشاكل. في مشكله؟ طيب الحاجه الثانيه اللي هو مين؟ الاوتو ترانسفورمر. ايه اللي بيحصل؟ حضرتك بدل ما بتوصل المكنه مباشره على السبلاي، لا بتحط في النص اللي هو الترانس ده. ده وظيفته ان هو بيقلل في الفولت، فالفولت يقلل في مين؟ في الكرنت. طب هيقلل بنسبه كام؟ هتلاقي ان الستارتنج كرنت باستعمال الاوتو ترانسفورمر بيقل بنسبه الاي سكويرد. الراجل ده طبعا هيبقى الترانزيشن بتاعته الاي، والاي دي بتبقى اقل من واحد. تمام؟ من قيمه مين؟ من قيمه الكرنت اللي هو الاساسي اللي هو دايركت اون لاين. تمام؟ نفس النظام التي ستارتنج باستعمال الاوتو ترانسفورمر دي ميزه. العيب بتاع الراجل ده ان التورك كمان بيقل بنسبه كام؟ برضو ايه؟ سكويت. تمام؟ يبقى الميزه بالنسبه لك ان الكرنت بيقل للاي سكويرد، بيقل بنسبه الاي سكويرد، في حين ان التورك وده احد العيوب بيقل هو تاني كام؟ للايه؟ سكويرد. في مشكله كده؟ طيب ده بالنسبه لنا الطرق المختلفه ان انت ازاي تقلل الفولت، يا اما بستعمل حاجه ستار دلتا ستارتر، يا اما بستعمل حاجه بسميها الاوتو ترانسفورمر. طيب ازاي اقدر ازود الزد؟ عشان حتى تقدر تزود الزد اللي هو السورس بالنسبه لك شايفها على الموتور اللي عندك، ابسط ما فيها ممكن تحط اي حاجه هنا في دايره الاستيتو، يعني بين الموتور وبين السبلاي اللي عندك. تمام كده؟ او ان انت تضيف حاجه في ناحيه الروتر، بس هنا في شرط، لو هتضيف حاجه في ناحيه الروتر لازم يبقى الروتر عنده القابليه ان هو يضيف في حاجه، اللي هو لازم يكون مين؟ اللي هو الاستبرنج. تمام كده؟ طيب فالناس لقت لو انت حضرتك حطيت اي امبيدنس في ناحيه الاستيتور، لو انت زودت اي زيت في ناحيه الاستيتور هتاخد ميزه ان الكرنت يقل، بس هيبقى فيه عيب كمان ان التورك يقل، يعني زيه زي الناس اللي قبلها. تمام كده؟ الحاجه الوحيده اللي لقوا ان في ميزه ان الاي ستارتنج يقل والتورك ستارتنج يزيد، الحاجه الوحيده اللي فيها ميزه هنا بالاضافه للميزه الاولانيه، ان حضرتك اضيف ار اد بس في دايره الروتر. دي الحاجه الوحيده في كل الابلكيشنز اللي عندك، في كل الميثود اللي عندك، في كل الطرق اللي عندك اللي تزود لك في مين؟ في الستارتنج تورك. في مشكله؟ طبعا دي ميزه كويسه. ابسط مثال يعني او الموضوع ده جه منين؟ بكل بساطه لو احنا رحنا رسمنا تي ان كيرف، انت عارف ان التي ان كيرف حاجه زي كده بتاع السنكرنس ماشين، بتاع الاندكشن ماشين، مش كده؟ هنا الناس، هنا تي ستارت، هنا ماكسيموم تور، والكلام ده بيحصل عند السام. تمام؟ دايما عود نفسك طول ما انت بتعمل ستارتنج او بتعمل سبيد كنترول او بتعمل اي حاجه، دايما بتبص على النقط دي هتتغير ازاي مع التغير اللي حضرتك هتعمله. بمعنى انا حاليا عاوز اعمل ايه؟ اضيف ار اد في دايره مين؟ الروتر. طيب ال ان اس
الرول بتاعها 60 للاف 1 على البي. هل حضرتك جيت عند الاف؟ لا. جيت عند البي؟ لا. يبقى بغض النظر هتضيف ار هتشيل ار، دايما الراجل ده هيفضل ثابت. الحاجه الثانيه الماكسيمم تورك، لو انا فرضت ان هو عباره عن 3 في سكوير على 2 اوميجا اس في 1 على اكس 2 داش، لو انا اهملت الار 1 والاكس 1 عشان السهوله يعني. هل الراجل ده متوقف على قيمه الار اد؟ لا. يبقى انا كبوزيشن الماكسيمم تورك دايما هيفضل ثابت بالنسبه لي. سوري مش بوزيشن، المقدار نفسه هيفضل ثابت. طب البوزيشن بقى اللي هو مين؟ اللي هو الاس ام. الاس ام دي هي عباره عن ار 2 داش على اكس 2 داش. اصبح هنا في ار 2، بمعنى الاس ام داش هتبقى ار 2 زائد ار اد على اكس 2. خلي بالك حته موضوع انت تضيف ار اد في دايره الروتر معناها ان انت بتشيل كل ار 2 من المسائل وتحط بدل ار 2 زائد مين؟ ار اد. فبالتالي هنا مدام هنا ار 2 لما تحط ار اد هيظهر معاك ار اد. طب الاس ام كده هتزيد ولا تقل؟ هتزيد. تمام؟ فين اتجاه الزياده؟ اللي هو ده. يبقى هنا النقطه دي هتتنقل هنا هتتنقل هنا هتتنقل هنا. فبالتالي لما حضرتك تحب ترسم كيرف جديد مع ار اد هتلاقي ان الكيرف بدا من هنا. ليه بدا من هنا؟ عشان الناس ثابته. وهيوصل عند الحته دي. ليه الحته دي ثابته؟ عشان ماكسيمم تورك ثابت ويبدا يتشافت معاك بالشكل ده. ايه اللي حصل في الستارتنج تورك من هنا لهنا؟ بدا يزيد معاك. وهكذا كل ما تضيف ار اد يبدا الكيرف بتاعك ياخد الشكل تاني زي ده. في مشكله؟ وعشان كده قيمه الستارتنج تورك زي ما انت شايف بيزيد معاك. حد عنده مشاكل؟ طيب يجي بقى هنا انت ممكن تعمل سبيشال ديزاين ان حضرتك تفضل تزود في الار اد عند نقطه معينه لحد ما تخلي الكيرف بتاعك ياخد الشكل ده كده. ايه اللي حصل في اخر الكيرف ده؟ بالظبط انت خليت الماكسيمم تورك يحصل عند الستارتنج، او بمعنى اخر خليت الستارتنج تورك يساوي الماكسيمم. تمام؟ فهنا ممكن بقى يقول لك ايه؟ يقول لك احسب الار اد اللي تخلي الستارتنج تورك، طبعا هنسميه داش يعني، بيساوي مثلا الماكسيمم تورك. او يقول لك بمعنى اخر ان الماكسيمم تورك يحصل ات ستارت. ده او ده معناه ان الماكسيمم تورك في النقطه دي. طب معلش هي الاس ام ده، خلي بالك ان كل ما بتنقل الاس ام بتتغير مش كده؟ هنا الاس ام داش ولكن هنسميها داش هتبقى قيمتها كام؟ واحد. يبقى الحل بتاع الحته دي ان حضرتك بتخلي الاس ام داش ايكوال 1 وتساوي الكلام ده بمين؟ ار 2 زائد الار اد على مين؟ على اكس 2. طبعا لو انت هتسميهم كلهم داشات ماشي. يبقى الحل بتاع الجزء ده ان انت بتخلي الاس ام داش بكام؟ ب 1. في مشكله؟ طيب لو حصل بقى في المساله وهو كان عاوز يخلي الستارتنج تورك اللي هو ده مش بيساوي بقى الماكسيمم، لا بيساوي فاكتور معين من الفول لود. بمعنى ايه؟ انا مثلا يكون عندي في المساله حاجه بالشكل ده كده. ده الكيرف الاساسي وكان عندي في المساله كيرف اللود وليكن حاجه زي كده. ده تورك اللود. في الحاله دي هي المكنه اساسا عندها القدره انها تعمل ستارت اب لللود؟ تقدر تشغل اللود ده ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش. ليه؟ ان الستارتنج تورك المكنه يعني المكنه عندها في القدره تطلع التورك ده، في حين ان اللود عاوز تورك زي ده. تمام؟ ففي الحاله دي المكنه مش هينفع اساسا. فايه الحل البديل؟ ان حضرتك بتضيف في الاول مين؟ ار اد على الاقل اقل ما فيها ان الراجل ده يبقى ملامس هنا كده. مش كده؟ فاهمين كده؟ هنا الستارتنج تورك داش بيساوي التورك في اللود. معايا ولا ايه؟ او ان انت تخلي مثلا وليكن الستارتنج تورك واخد الشكل ده مثلا يعني يبقى اكبر بشويه. فاهميني كده؟ يبقى انا ممكن اخد بشكل عام ان الستارتنج تورك كونستنت معين من الفول لود. فممكن يسالك سؤال، هات بقى الار اد اللي تعمل لي الكلام ده. هات الار اد اللي تكبر الستارتنج تورك قيمه معينه من الفول لود. معايا ولا؟ طب احلها ازاي؟ حضرتك بتحاول تضاف في المساله على قيمه اس ام داش
وتساويها بار 2 زائد الار اد على مين؟ على اكس 2. حاول تجيب دي من اي مكان من المعدات اللي هنشوف لما نشوف دلوقتي نشوف المسائل يعني، هيبقى ده عندك وده عندك، تقدر من هنا تحسب مين؟ ار اد. ما حدش يقول ان الاس ام داش بواحد، الاس ام داش بواحد كانت سبيشال كيس لما قلنا من شويه ان الماكسيمم بيساوي الستارت. اما دي بوضع عام الله اعلم حسب وضع المسائل عامله ازاي. معايا كده؟ طيب هو ده الجزء اللي خاص بحته مين؟ الار اد. بس في نقطه، عشان حضرتك تضيف ار اد زي ما احنا قلنا من شويه في الشرح لازم يكون الموتور بتاعك سليب رينج. طب هو في سؤال، هي المواتير اللي بره كلها في السوق سليب رينج بس؟ مش في حاجات سكوير كيج؟ يا بالعكس، المواتير اللي بره سكوير كيج بنسبه 90%، يعني معظم المكن الموجود بره اساسا في الابلكيشن سواء عندنا في البيوت او في المصانع اساسا كله اساسا سكوير كيج، عشان موضوع الصيانه والكلام ده. ده بيبقى فيه مشكله البراشز مع السليب رينج، دايما بيعمل مشاكل في الصيانه يعني. فبالتالي معظم المكن الموجود بره هو ايه؟ سكوير كيج. طب انا عاوز اعمل نفس الميزه دي اللي انا خدتها هنا في السكوير كيج، اعمل ايه؟ هل الروتر بتاع السكوير كيج ينفع نفتحه ونحط فيه حاجه؟ قال لك لا، قال لك بس احنا ممكن نعمل سبيشال ديزاين نحسس الروتر ان احنا ضفنا له ار اد. تمام؟ طب ايه بقى الحاجات دي؟ حاجتين، حاجه بسميها الديب بار، خلي بالك الكلام ده ممكن يطلب منك نظره في الامتحان، جاي لك اشرح يعني ايه ديب بار. تمام؟ ده بكل بساطه ان حضرتك بتيجي هنا ادي الاصولات اللي عندك بتحاول تعملها، يعني جاي من اسمها كلمه ديب يعني ايه؟ حاجه نازله لتحت كده شويه، حاجه غويطه كده لتحت. تمام؟ طيب ده اول حاجه. طب هتقول لي معلش، هو انا لما اعمل ديب بار هو ايه اللي بيحصل يعني؟ هقول لك بكل بساطه اللي بيحصل كالاتي. حضرتك في فتره الستارتنج الاف 2 هتبقى كام؟ اللي هو الروتر فريكونسي لو انت مذاكر من الشيت الاول الثاني. هو ده بشكل عام مش هو الاس في الاف 1؟ ات الستارتنج هي الاس ايكوال 1. معنى كده ان الاف 2 هتبقى هي نفسها الاف 1. معنى كده الكرنت اللي ماشي في الروتر، خلي بالك انا بعمل ديب بار في الروتر ها. الكرنت اللي ماشي في الروتر هيبقى نظامه ايه؟ اي سي ب 50 هرتز او 60 هرتز. طيب لما يمشي هنا كرنت هيمشي فين؟ هيمشي في السطح كله ولا بس على الاوتر سيرفيس اللي هي دي؟ معايا ولا ايه؟ هيمشي كده بره نتيجه اللي هو السكن افكت. تمام؟ فلما الكرنت يمشي بس بره يبقى هيقابل اريا صغيره. اريا صغيره يبقى الريزيستنس كبيره، فهو بيتخيل الكرنت بيتخيل او بيتهيأ له ان انت ضفت له ريزيستنس. فيعمل لك ايه؟ يقلل في الكرنت ويكبر في التورك. هتقول طب هو ده بيتم على طول؟ هقول لك لا، في النورمال اوبريشن الاس بتاعتك بتبدا تظهر معاك تقريبا او بوينت معرفش 3 حاجه زي كده مثلا. فهتلاقي ان الاف 2 لو انت فاكر من مثال الشيت الثاني تقريبا 2 هرتز 3 هرتز 4 هرتز حاجه زي كده. فده بالنسبه لي يعتبر دي سي، دي سي كارنت. فلما الكارنت يمشي هنا هيمشي ازاي؟ هيمشي في الاريا كلها. الاريا كلها معناها الاريا تزيد يبقى الار تقل. وده اللي انت عاوزه بعد كده في النورمال اوبريشن، ان انت عاوز الار تبقى صغيره عشان تقلل لك معاك اللوسز فتظبط معاك مين؟ الافشنسي. فانت في الاول عاوزها كبيره عشان تقلل من الكرنت وتزود في التورك. حد عنده سؤال؟ حد مدام حاجه؟ طيب معنى كده الار 2 اصبح لها قيم مختلفه. ار 2 اصبح لها قيم مختلفه عن هنا عن هنا. فبالتالي في مساله الديب بار دايما هيظهر عندنا مسمى ار 2 دي سي وار 2 اي سي. هذا المسميات ار 2 دي سي وار 2 اي سي. زي ما انت شايف هنا الدي تستعمل هنا ولا هنا؟ الاي سي يستعمل في الفريكونسي الكبير اللي هو كان بالنسبه لي لما ده كان بيساوي ده اللي هو كان فين؟ في الستارتنج. فهتلاقي ان الراجل ده بيستعمل في الستارتنج وضيف كمان معاه في البريكنج، ان البريكنج اساسا لسه بتبقى اكبر من واحد، بتبقى 1.9 8 مثلا. تمام؟ طيب في حين الار دي سي استعملناها فين؟ في النورمال اوبريشن. تمام؟ النورمال اوبريشن دي بالنسبه لي تضم ثلاث حاجات. لما حضرتك بتحسب حاجات عند الفول لود، تركه في اللود، كارنت في اللود، افشنسي في اللود، لما حضرتك بتحسب ماكسيمم كونديشن
اللي هو الماكسيمم تورك، الاس ات ماكسيمم تورك، لان ات ماكسيمم تورك، او ان انت شغال في الجنريتور مود. يبقى استعمل ار دي سي في الثلاثه كيسز دول، استعمل ار 2 اي سي في التو كيسز دول. تمام، في مشاكل كده؟ هو ده ما يسمى الديب بار. مدهم لي بقى ازاي في المساله او هجيبهم ازاي في المساله؟ لما نيجي المساله تبقى ربنا يسهلها. طيب النوع الثاني، النوع الثاني اللي حضرتك بتعمل ما يسمى دبل كيج. يعني بنعمل ايه؟ قال لك بكل بساطه بدل ما الاسلوب بتاعتي بيبقى عباره عن اسلوب واحده بالشكل ده بالشكل ده، لا انا بعمل واحده كده وواحده ثانيه جنبيها، بس تبقى واحده فيهم صغيره واحده كبيره، او اعملهم بالشكل ده. اتنين سلوت تحت بعضيهم بالشكل ده كده، ودي كمان ودي كمان. خلي بالك المسافه دي اللي هو هنا ده فوق، يعني هو ده الارجاب، اما الغوط ده تحت ده المكنه نفسها، الجسم المكنه من جوه يعني. تمام، فعشان كده دي ده هو الاوتر بالنسبه لي، الاوتر ده اللي هو قريب من الارجاب يعني، وده بسميه الام. طب سؤال، الكروس سكشن اريا هنا اكبر ولا هنا اكبر؟ يبقى هنا الاريا بتاع الانر اكبر من الاريا بتاع الاوتر. طيب معنى كده الار بتاعتك نظامها ايه؟ ريزيستنس. هتلاقي ان الار اوتر هي اللي اكبر من الار انر اللي هم عكس دول، ده عكس ده، مش كده؟ طب الحاجه الثانيه، كل ما حضرتك بتغوط تحت في الحديد كل ما الليكش بتاعك بيزيد. كلمة ليكج بيزيد معناها الاكس بتاعتك بتزيد، فبالتالي هتلاقي حاجة تانية ان الاكس انر اكبر من الاكس ايه؟ اوتر. في مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب حضرتك لو المسألة بتاعتك بالشكل ده، هو انت كده غيرت في الروتر ولا غيرت في الاسيتور؟ غيرت في الروتر. فلما ترسم الكوفلنت سيركت هترسمها ازاي؟ والله بكل بساطة ادي الار 1 ادي الجي اكس 1 ما جيناش عندهم، وادي هنا الجي اكس ام، وادي هنا الار سي، الاسيتور ما جاش عنده خالص. بس الروتر بالنسبه لي اصبح فيه كام سيركت؟ اصبح فيه اثنين، في واحد اوتر في واحده انر، ودايما الكرنت بيبقى ماشي بارل كده فيهم هما الاثنين في نفس الوقت. معنى كده حضرتك روح ارسم واحده بالشكل ده، يبقى هنا ادي الار انر على اس، طبعا ار 2 انر يعني، وهنا جي اكس 2 انر، وفي واحده كمان موازيه ليها ار اوتر، ار 2 اوتر على اس، وجي اكس 2 اوتر، طبعا كلهم ده شاهد. تمام، والكرنت اللي ماشي هنا هيبقى هو مين؟ الاي 2 انر، والكرنت اللي ماشي هنا اي 2 اوتر. حد من ده من حاجه؟ ليه ضفنا اثنين؟ ان في واحده عندك هنا واحده هنا، او حتى لو دول برضه دي بنعتبرها اوتر دي بنعتبرها مين؟ او العكس. حد من ده من حاجه؟ طيب معنى كده الزد روتر انر هي مين؟ هي الار بتاع الانر على اس زائد جي اكس انر، طبعا هنا اثنين برضه وهنا اثنين. الزد بتاع الروتر، خلاص مش هنكتب روتر، بنكتبها اثنين زي ما احنا بنكتبها يعني. اوتر هي عباره عن كام؟ هي الار 2 اوتر على اس زائد جي اكس 2 اوتر. حد من دايما حاجه؟ طيب قلت له طب ثانيه بس، هو في احنا خلاص رسمنا كوفلنت سيركت والكلام ده، هو فين بقى التورك بيزيد والكلام في بيقل والكلام ده؟ هقول لك بكل بساطه، حضرتك في لحظه البدايه اللي هو اك اس ايكوال 1، تمام، لما تروح تجيب المحصله بتاع الراجل ده والمحصله بتاع الراجل ده طبقا لدول، طبقا لحته الار اكبر من الار والاكس اكبر من الاكس، هتلاقي ان الزد انر اكبر بكتير من الزد اوتر. تمام، فبالتالي الكرنت اللي عندك اغلبيته هيمشي هنا ولا هيمشي هنا؟ في الاوتر ولا في الانر؟ في الانر. لا خلي بالك انا بقول لك الانر هي الاكبر. الانر اكبر، يبقى هيمشي في الاوتر. هيمشي في الاوتر. لما يمشي في الاوتر يقابل الار عامله ازاي؟ ار كبير، فبيتخيل ان انت ضفت له ار، فيحصل ان الكرنت يقل والتورك يزيد. طيب في النورمال اوريشن بعد كده لما الاسم بتاعتك تظهر هتلاقي ان الزد اوتر اكبر بكتير من زد انر، فمعظم الكرنت هيمشي فين؟ في الانر. لما يمشي في الانر يلاقي الار بتاعتك صغيره، فده يظبط لك في الافشنس ويظبط لك في البرفورمانس بتاع الموتور اللي عندك. في مشكله كده؟ طيب اللي انا قلته بالبوق ده مع شويه رسومات مع معرفش مين، هو ده اللي انت بتكتبه في الشرح.
بس لازم برضو ترجع للحوار بتاع الدكتوره بحيث انت تكتب اللي هي كانت بتقوله كويس. حد من بيعمل حاجه؟ هما دول الشرح النظري ده كنت عاوز اشرحه يعني، بالاضافه ان ده برضو هشرحه باسلوب تاني ان شاء الله مع كل الحاجات دي في السكشن اللي هو اتفقنا نعمله بعد الميد تيرم ان شاء الله. حد عاوز يسأل حاجه؟ تعالى نحل مع بعضنا ايه؟ ماشي. مش هنجيب لك الموبايل بتاعت ال ايه؟ عاوز بعد كده نشوف عندنا الشيء ده؟ ايه ما ضربتش الزبالة عشان ما ضايقكش، انت واقف. بعد كده يا شباب، فأول مسألة بيقول لك 50 هورس باور، ده بالنسبة لنا. ده الأوتبوت باور ات فول لود. نعم؟ أنا سامعك معلش. مهندس في شركة جميع الإلكترونيات. تمام. في حسب لو حضرتك محتاج أي أجهزة، أجهزة قياس أو أي قوات إلكترونية. طب بص اطلع الدور التاني هنا، عدي السلم الناحية التانية. بمجرد ما تعدي تاخد الطرق يمين هتلاقي في معمل الباور إلكترونكس. هتلاقي معظم الدكاترة قاعدة هناك فممكن تتفرج عليهم وأنت توصله. معمل باور؟ باور إلكترونكس. يبقى الاوتبوت باور كام؟ 50 في 7 4 6 والكلام ده يطلع معاك بالوات. تمام؟ 440 فولت ده مين؟ الفي لاين فاليو 440 فولت. ولو حضرتك هتكتبها بعد كده كفيز هنعمل فيها ايه؟ اه؟ لا طبعا على حسب الكونكشن. لو الستار هناسب لو ضيفتها مش هناسب. تمام؟ طيب 4 فولت 60 هرتز ده مين؟ يبقى ال 2 بي ايكوال 4 والاف 1 ايكوال كام؟ 60. وانت مغمض مباشره يبقى ال ان اس بتساوي 60 في الاف 1 على البي، يطلع معاك الصوره بتاعتك زي ما تطلع معاك 1800 ار بي ام. تمام؟ طب استكمال في المساله بيقول لك ان الموتور ده ديفلوب اتس ريتد فول لود اوتبوت ات سبيد كذا. مين السبيد دي؟ لو رجعت قبلها كلمتين هتلاقي كلمة فول لود. يبقى دي بالنسبة لي هي الـ N فول لود. قيمتها كام؟ 1 7 4 6 ار بي ام. قبل ما تروح على الخطوة اللي قبليها حضرتك أنت لسه جايب N S ولسه جايب أو هو لسه مديلك الـ N، يبقى أنا كده حسبت الـ S فول لود اللي هتبقى عبارة عن الـ 1800 ناقص 1000 7 4 6 على 1800 وتطلع زي ما تطلع. تمام؟ طيب لو انت عاوز تشتغل دماغك وانت بتحل في البيت كمان، انت عندك اس فول لود مش كده؟ وعندك اوتبوت باور، استفدت ايه؟ او اقدر اجيب ايه؟ الاوتبوت باور لو انت حطيتها في اخر الباور فلو تمام؟ وجمعت عليها الروتيشنال باور اقدر اجيب الديفلوبد باور اللي هي البي ام جي. ولو عندك البي ام جي وعندك الاس في اللود فتقدر تقول ان البي الى البي الى البي 1 الى اس الى 1 ماينس اس، اقدر اجيب البي جاب واقدر اجيب البي كبر 2 مش كده؟ ولو حسبت البي جاب وعندك البي كور وعندك البي كبر 1 اقدر احسب الافشنسي اللي هو اقدر احسب الانبوت باور، ومن الانبوت مع الاوتبوت اقدر احسب ايه؟ الافشنسي. لازم وانت بتذاكر في البيت تذاكر بالاسلوب ده، ان انت يبقى عندك كذا في دماغك شغاله، انا ممكن اعمل كذا ممكن اعمل كذا ممكن اعمل كذا، بحيث بمجرد ما بتخلص قرايه المساله بتلاقي نفسك بمجرد ما يقول لك هات كذا انت عارف هي بتتجاب ازاي. ما تقعدش تقرا المساله زي ان انت كانك بتقرا ورق جرايد، وده اللي بيحصل مع معظم الناس عندكم يعني، والله اه ارقام حلوه، طب ايه الارقام دي؟ ولا فاهم اي حاجه وعمال يقرا وخلاص. خاصه بقى لو الحل موجود، يا سلام يقول لك شوف المساله سهله والحل اسهل ويطلع فرحيه المسبح. المهم نكمل. الماكسيمم تورك 200% من الفول لود تورك.
يبقى انا عندي الماكسيمم تورك في الاخر هيبقى 2 من الفول لود. وده 200 حبه بالشكل ده، انا كده قلبي بياخدنا على حته مين؟ تي على تي بتساوي 2 على شويه حاجات كده. طب الريزيستنس اوف ذا روتر 0.1، يبقى الار 2 0.1. طيب هي ار 2 ولا ار 2 داش؟ هي مكتوبه هنا لفظيا اوف ذا روتر، يبقى ار 2. طيب انا لو عوزتها كداش هعمل فيها ايه؟ ربنا يسهل بقى ايامها، يا اما الراجل مديلك تيرنز ريشيو اللي هي بتاع الريفيرنج بتاع الستر والروتر، يا اما لو مش مديها لك فانت بتعمل اسيوم ان هي بواحد. تمام؟ ده لو احتاجناها، ما احتاجناهاش ربنا يسهل بعد كده. خلاص؟ طيب نكمل واحد في المساله، بيقول لك ايه؟ عاوز يحسب الروتر كفر لوسز ات فول لود، يعني عاوز يحسب البي كفر 2 ات فول لود. دي حلينا واحنا بنتكلم من شويه. ليه؟ ان حضرتك انا اقدر اقول ان البي ام جي هي عباره عن الاوتبوت باور زاد الروتيشن. في المساله مش مديني دي، يبقى بصفر. فاصبح عندك مين؟ البي ام جي نفسها الاوتبوت باور اللي هي عباره عن 50 في 7 4 6 والكلام ده يطلع معاك بالوقت. بمجرد ما جبت البي ام جي اقدر اقول ان البي كفر 2 الى البي ام جي، الكلام ده كان اس الى 1 ناقص اس. انا عاوز بس الحته الاخيره اول مره عشان ايه؟ ما تقولش الكلام ده جه منين؟ اهو تمام. فانا اقدر اقول هنا ان البي كفر 2 هي عباره عن اس على 1 ماينس اس مين في البي ام جي، ونتيجه ان حضرتك عاوز ده عند الفول لود يبقى لازم دي تكون عند الفول لود، ولازم ده يكون عند الفول لود، ولازم ده يكون عند مين؟ عند الفول لود. عندنا ده ولسه جايبين من ده، عوض هات الرقم ده كام؟ خد من ده من حاجه. طيب رقم 2 عاوز يحسب الان ات ماكسيموم تورك. اي ان في اي مكان في الدنيا هي 1 ناقص الاس في الان اس، ونتيجه ان انت عاوز تحسب ده الان ام اللي هي نفسها الماكسيموم تورك الان ماكسيموم تورك، فغصب عنك لازم تكون دي مين؟ اس ام. هجيب الاس ام ازاي؟ الراجل كان مديلك ريشيو، فاقدر اقول ان الفول لود تورك على الماكسيموم تورك بيساوي 2 اس فول لود على الاس ام زائد الاس ام على اس فول لود. مشكلة كده؟ طيب تعال نكمل ده. تركوا في اللود على الكلام ده يطلع كام؟ نص. اللي هو كان مديني في المسألة 200%. تمام؟ طيب ايكوال 2 اس في اللود ما ظبطناهاش مش كده؟ حد معاك كالكليتو؟ لا أنا قصدي كرقم يعني. حد معاه حاسبة؟ حاسب اهو. 1800 ناس 4 6 ليه؟ زي الموبايل 54 على الموبايل عايزه ما انا برضه عندي على الموبايل فانا متعود على الموبايل 0.3. فالاس في اللود لو احنا حسبناها قبل كده تطلع معانا 0.3. هي باينه 0.3 على 0.3. في مشكله؟ هنا اضرب طرفين فاصلتين ما تحلهاش شيفت صدف، اعمل طرفين فاصلتين وحل. او سريعا كده هتلاقي بعد ان انت ما ظبطت وما اعرفش مين هيطلع معاك الشكل الاتي: اس ام سكوير ناقص الرقم اللي هنا اللي هو الاثنين في الرقم اللي هنا اللي هو برضه مصادفه اللي هو اثنين في الحاجه اللي انت عارفها هنا اللي هي 0.03، والناس دي كلها تعرف مين؟ الاس ام زائد الرقم اللي انت عارفه هنا اللي هو 0.3. الكلام ده سكوير بيساوي كام؟ بيساوي 0. هيطلع معانا الاس ام قيمتين، الاس ام هيطلع ليها قيمتين. تمام؟ تعال نشوفها بالمره كده عشان ايه؟ متعود عليه. متعود عليه على موبايلي انا. لازم تكون نازل، لازم تكون نازل فيرجن على فيرجن عندي يعني. 1 × 2 × 2 × 0.03 يساوي 1، وده 0.3 × 0.3. طيب ده هيطلع معانا 0.111 اهو كله واحد خلاص 0.112. تمام. والرقم الثاني الرقم الحقير ده 8.4 × 10³ كده مين بالنسبه لي صح؟ هاخد مين؟ اللي هو الاكبر من الاس في اللود، ده اقل من الاس في اللود، يبقى ده غلط وده هو الصح. جبت الاس ام، ارجع عوض هنا في المعادله عشان تجيب مين؟ لنا حد يدعم حاجه.
اخر مطلوب عاوز احسب الار ات ذا ريزيستنس ماست بي كونكتد ان سيريز ويز ذا روتور تو بريديوس ماكسيمم تورك. هو الكلام ناس ما متاكل يعني تو بريديوس ماكسيمم ستارتنج تورك او ماكسيمم تورك ات ستارت. تمام دي اللي هي ايه اللي هي الاس ام داش 1. تمام دي معناها ان انت هتحط عشان تخلي الستارتنج تورك بيساوي الماكسيمم تورك يبقى لازم يكون الاس ام داش يساوي 1. مين الاس ام داش؟ اللي هي الار 2 زائد الار اد على اكس 2. حضرتك انت عندك ار 2 في المساله موجود ار اد انا محتاجه يبقى لازم يكون عندك اجيبها منين؟ ما تنساش انت لسه جاي من شويه الاس ام الاساسيه اللي يبدو نضافه اي حاجه اللي كانت كام؟ اللي كانت ار 2 على اكس 2. دي انت لسه جايبها ودي كانت موجوده في المساله فاقدر اجيب من هنا. ولو انت مش عاوز قيمه اكس 2 في المساله بعد كده زي المساله زي دي اقسم المعادله الاولانيه على المعادله الثانيه هيضطر الاكسات مع بعضيها مش كده؟ ظبط نفسك تقدر تجيب بعد كده مين؟ ار ات. في مشكله؟ طب لو حصل وزي ما قلت لك كان عاوز يخلي الستارتنج تورك وليكن 1.8 مثلا من الفول للتورك اعمل ايه؟ ادور على اس ام داش جديده. انت فين سؤال ايه يا جدعان؟ ادور على اس ام داش جديده هات من اي مكان وبعد كده حل عشان تجيب الارقام. تمام؟ طب اجيبها ازاي؟ اعوض في المعادله اللي هي تي على تي. تي ستارتنج على مين؟ على الماكسيموم تورك بيساوي اسمه ايه؟ طبعا تي ستارتنج داش بيساوي 2 على 1 على اس ام. بس خلي بالك اس ام مين؟ مش القديمه اس ام اللي انت عاوز تجيبها جديده. تمام؟ زائد الاس ام ده. طب ايه علاقه الناس دي ببعضيها؟ بكل بساطه شيل ده وحط بداله 1.8 من الفول لود وشيل ده وحط بداله 2 من الفول لود عشان بعد كده الناس دي تتم بعضيها بيساوي 2 على 1 على اس ام داش زائد الاس ام داش. الاس ام داش هتطلع لها قيمتين اخد مين؟ الاقرب من واحد. لا مش اقرب من واحد. واحد. هو للاسف هنا يعني طلع الحل معروف يعني بس انا ما كنتش عاوزه كده. كده هاخد مين في دول؟ اكيد ده ان لو انت خدت دي هتدخلك مرحله البريكنج يعني هتخلي معاك التورك بدل ما انت عاوز تخلي ده كده الماكسيمم يحصل يعني الستارتنج يحصل هنا ده هيبقى نايم معاك كده فممكن يبقى اقل كمان. اللي انا بس كنت عاوز اقول لكم ملحوظه بس ما حصلش هنا في المساله دي لو الرقمين دول لو ده طلع بوينت 6 2 وده كان طلع معانا او بوينت بوينت كام بقى؟ بوينت 1 مثلا. انا الحل بتاعي لو ده طلع زي ما هو ده طلع بوينت 1. الاثنين اكبر من الاس في اللود فهاخد الاثنين اللي اكبر من الاس ماكسيموم بالظبط اخد اللي هو الاكبر من الاس من القديم. لو الاثنين دول طلعوا اكبر من الاس في اللود بس طبعا بدون الواحد ده يعني يبقى الكوميشن عندك لازم تاخد اقل من مين؟ سوري اكبر من الاس ام القديم. مدين من حاجه؟ ده كده بالنسبه لنا ايه؟ مسألة رقم 5. طيب مسألة رقم 4 زي ما انت شايف ماشيين عندك بالديتا دي الاوتبوت باور ات فول لود كام؟ 25 في 7 4 6 برضه بالوات. تمام 4 بول 2 بي ايكوال 4 60 هرتز يبقى انا من الناس دي جبت للناس وتطلع زي ما تطلع. تمام ال V لاين فاليو اللي هو 220 فولت والكونكشن بتاعك دلتا كونكشن يبقى انا كده الحمد لله الفولت عامل له ايه؟ سام زي ما هو. بس انا دايما ما بحبش الكونكشن اللي عندي دلتا. ليه ما بحبوش؟ عشان الطالب يعني هو دايما لو الفولت بتسعى على درجه 3 كلنا بنفتكر ان احنا بننسى الفولت على درجه 3 وبننسى التيار واحنا مش عاوزين حاجه التيار. العكس بقى لو هنا فانت بتحمد ربنا ان انت الفولت مش هتيجي عنده بس هيبقى طالع لك
في كل حته الطياره لازم تقسمها على ثلاثه، لازم اضرب، لازم اقسم، لازم اضرب لحد بتتنسي زي ما نشوف دلوقتي في المساله دي. طب هنا مديني في المساله النولو تيست، اللوج دوريتور تيست والدي سي تيست. مبدئيا النولو تيست الراجل مديني فولت وباور وكارنت، ايه الغرض الاساسي من التيست ده؟ لو انت مذاكر هتلاقي نفسك ان انا كنت جايب من الار سي والاكس ام. وعشان اعمل الكلام ده كنا اول خطوه بنجيبها كوزين فاي نود، اللي هو بالنسبه لمين؟ باور جذر 3 في الفولت اللي عندي في الكرنت اللي عندي، تمام، في كوزين ايه اللي انا بقوله ده؟ ده بده كده، تمام. السؤال مهم، الفولت عندك في المساله اللي هو 220، الكرنت اللي هو 14 امبير 21 امبير، تمام. الباور هنا كام؟ هل اللي هي ال 1200 واط دي ولا كام؟ بص هي الباور دي بشكل عام المفروض تبقى الباور بتاع النولو تيست ناقص الباور بتاع الروتيشنال باور. ان كيس لو هو مديها لك اطرحها من بعضيهم، لو هو مدي لك الباور بتاع الروتيشنال باور اطرح الاول الروتيشنال باور الرقم ده وبعد كده حطه هنا. لو مش مديها لك يبقى دي 1200 زي ما هي. بس ده بقى تاخد بالك من حاجه، الار سي اللي انت حضرتك بتحسبها حاليا هيبقى جواها حاجتين، البي كور ومين؟ والبي روتيشن. معنى كده كانك شفت الروتيشنال باور من اخر الباور فرو جبته فين؟ جبته في الاول، تمام كده؟ زي المثال رقم كان 5 في الشيت. طب سؤال مهم، هو نحسب دي ازاي اساسا؟ دي الفي نود على الاي نود كوزين فاي نود. هنا بقى تظهر مشاكل بقى، ده 220 كلنا مش هننساه. ده بقى مين؟ ايوه كام يعني؟ اللي هو يبقى انا شهر 3. الناس كلها تنسى حته موضوع جذر 3، تمام؟ في كوزين فاي. الحاجه الثانيه خلاص طبعا الاكس ام زيها بالظبط. الحاجه الثانيه هتبقى فيها مشكله لو هو اساسا كان مديني في المساله بالشكل الاتي، لو هو كان مديني بالشكل ده نقول التست بيقول ان ده 220 فولت 21 امبير بير فيز و1200 واط. هنا ده ما يتسمش على حاجه، هو اساسا على طول بير فيز، فهنا مش هيسمع بس 3. فدي ممكن تبقى خدعه مساله، دي ممكن تبقى تركه مساله انت شايف ان هي سهله وخلاص الارقام طالعه معاك، بس انا في الاخر مبوظ لك الدنيا من فوق. وللاسف التصحيح بيتم على اساس الارقام، فلو انت كاتب لي ارقام غلط يبقى مالهاش لازمه ان انت تحل، او تاخد درجه، بس اللي هو ايه؟ هيبقى حرام عليك ان انت هنا بتنزل نص هنا نص هنا نص، هتلاقي نفسك المساله في الاخر مساله انت حاسس ان انت مقفلها، وفتلاقي نفسك نص مثلا فيها ثلاث درجات بسبب ان انت في اول مساله غلطان في حاجه معينه، حاجه زي دي مثلا، فالبس فيها في الحيط بعد كده. فين؟ هنا برضه هتتغير، هنا هتتغير، بس هنا بقى الافضل بدل ما تروح بس 3 قول 3 وخلاص. 3 يبقى قول 3 فيز اي فيز والفولت مش هيتغير والكرنت هيبقى ايه؟ اللي هو 21 امبير. تمام يا شباب؟ طيب نيجي بعد كده مين؟ الدي سي تيست. ايه الغرض من الدي سي؟ الدي سي تيست ان انا بحسب منه الار 1، يبقى الار 1 بيساوي الفي اللي عندنا اللي هو الكام؟ ال 8 فولت على ال 112 في كام؟ في 3 على 2، ليه 3 على 2؟ عشان دلتا. وما تنسوش من اسم الكرنت على كام؟ الكرنت على كام؟ نص فيز. هو ما عادش فيز، والكونكشن بتاع اساسا نص فيز، مش كده؟ قصدي دلتا. ايه رايك يا ولد؟ ركز ايه؟ نقسم؟ لا ما اعرفش الصراحة، ما ذاكرش التست. نقسم اسمك ايه؟ حميد؟ حبيب العدل. ناسم؟ شايف ناسم بس انت احمد؟ قول يا احمد. ناسم؟ والله اللي انت شايفه هو الراجل قال اقسم، حد شجعه؟ يا جدعان ده دي سي تيست، دي سي ملوش علاقه لو جاز 3 ولا جاز بتاع، فبالتالي مش هقسم. انا ليه بنبه على دي؟ ان برضه لو ستار حضرتك هتتلخبط وتقسم اللي فوق، هتقسم الفولت يعني، لو دلتا هتتلخبط وتقسم مين؟ اللي تحت. ده دي سي، ولا بقسم فوق ولا بقسم تحت. هتقول لي ما هي سهله خلاص عرفتها، هقول لك المشكله في الامتحان مع التوتر وما اعرفش الرجلين عماله تخبط في بعضيها والكلام ده، هتلاقي نفسك بقى انت بقى ماشي كل شويه تقسم على ثلاثة اهو، يعني هيجيك على المسكين الغلبان ما اقسم على ثلاثة. المهم ما بقسمش على نو جذر 3 اي حاجه، تمام كده يا شباب؟ عرفنا الاروان. اللوج روتور تيست
سهل جدا، انت طبق خطواتك. هات الار كوفلنت اللي عباره عن كام، اللي عباره عن بي على 3 اي فيز سكوير، اللي هنا بالنسبه لي في المساحه تبقى كام، هيبقى 2350 كده على 3. الاي كام؟ 113 امبير. بس ما تنساش على الاستريت جبنا الار كوفنت اللي هي بالنسبه لي تمثل الار 1، حضرتك جبتها قبل كده، زائد مين؟ الار 2 داش. ظبط الدنيا اقدر اجيب من هنا مين؟ الار 2 داش. في مشكله؟ بعدها بخطوه هات الزد ايكوفلنت اللي هي برضه البي بالفيز على الاي بالفيز، اللي هي مثلا هنا في المسافه دي هتبقى كام؟ 15 على 113 على اساس 3. وبعد كده في الاخر خالص جبنا مين؟ الاكس هتبقى زد سكويرد ناقص مين؟ الار سكويرد تحت الجذر. بس تاخد بالك من حاجه، ايه هي؟ ان التست ده اساسا مديهولك عند اف كام؟ 15 هرتز، مش كده؟ طول ما التست بتاعك عند فريكونسي اقل من الريتد فريكونسي، يقول لك مثلا في ستار الار اللي انت جبتها دي سميها دي سي. البرامج بتاعتي دي سماها دي سي، واشتقلب مع نفسك المساله هات زيها بس اي سي. اجيبها منين؟ حاجتين، لما يكون مديلك حاجه كده بيقول لك ايه، الاي سي روت ريزيستنس از 80% جريتر ذان الدي سي فاليو. معنى كده ان الار 2 اي سي ايكوال 1.8 من الار 2 دي سي، تمام كده؟ وانت جبت الرقم ده اضربه في 1.8. او يكون مديلك نفس التست ده تاني، بس بدل ما عند 15 هرتز مديلك عند 60 هرتز، يبقى مديلك هنا تو تست. طب الحاجه الثانيه، الاكس اللي انت جايبها هنا لازم تكون دي اللي دي محصوره كده عند مين؟ عند الاف الصغيره. لازم بقى حضرتك تروح تقول له ان الاكس اللي محصوره عند 60 هرتز هتبقى عباره عن، هي الاكس اللي محصوره عند ال 15 هرتز في 60 على 15. قلت له بس استنى، انت من شويه قلت لي ان ممكن يديلك تو تيست، فالتو تيست هتطلع لك مين؟ اكسين. هطلع اكس اوتوماتيك اساسا عند 60 هرتز من التيست اللي هو عند 60، وهطلع اكس عند 15 وانت تحول عند كام؟ 60. هقول لك لو ارقام المساله متظبطه كويس جدا هيديلك نفس رقمي، يعني الرقم اللي انت جبته من 60 على طول هيبقى هو نفس الرقم اللي انت هتجيبه من التحويله دي. طب لو ما كانش متظبط قوي هيطلع بقى في فرق بسيط، وبعد كده انا بستعمل الاكس اللي انا جايبها من 60 هرتز على طول في المسائل بعد كده. حاضر ده محمد؟ طيب الحاجه الثانيه اللي تاخد بالك منها، ما دام عندنا بقى دي سي وعندنا اي سي، دي سي واي سي، تاخد بالك بقى هو عاوز يحسب ايه فين، عشان مره هستعمل دي سي ومره هستعمل اي سي، تمام؟ اول مطلوب عاوز يحسب البارامترز، خلاص حسبناها. عاوز يحسب التورك عند الاس 0.5 ده اللي هو نورمال ابريشن عادي خالص، تمام؟ فبالتالي هتلاقي ان التي ام جي ات اس 0.05 بيتعوض عليه في القانون اللي هو 3 في سكوير على اوميجا اس في ار 2 داش على 0.5 على المقام اللي عندك هو تحت ده. اسال السؤال، دي مين؟ دي سي ولا اي سي؟ ده نورمال اوريشن 0.5، يعني بيبقى ده بالنسبه لي دي سي، تمام؟ يبقى ده بالنسبه لنا دي سي كابتن كبير، تمام؟ طب المطلوب اللي بعد عاوز احسب البريك داون تورك والبريك داون سلاب. مين البريك داون؟ بالنسبه لي كلمه ماكسيمم هي نفسها كلمه بريك داون، هي نفسها كلمه بول اوت. يعني لما اقول لك عاوز الماكسيمم تورك هو نفسه البريك داون تورك، هو نفسه البول اوت تورك. الاس ام هي نفسها الاس بريك داون، او اس الاس بريك داون يعني تورك، او الاس ات بول اوت تورك، تمام؟ اللي هي في الاخر هتعوض ان الماكسيمم تورك بتساوي برضه 3 في سكوير على 2 اوميجا اس. الراجل ده لو انت فاكر ملوش علاقه اساسا بالار 1، ملوش علاقه بار 2، مش كده ولا ايه؟ الماكسيمم تورك ملوش علاقه بار 2، فبالتالي مش هيفرق معاك هو اي سي ولا دي سي. اللي يفرق بقى مين؟ لو انت عاوز تحسب الاس ام، يبقى ار 2 دي سي على اكس 2. في مشكله؟ طيب عاوز يحسب الستارتنج تورك، لما حضرتك تستعمل ستار دلتا سويتش او ستار دلتا ستارتنج،
عاملها ازاي؟ والله احنا خدنا في الشرح من شويه ان الستارتنج تورك عن طريق الاستعمال الستار دلتا هو عباره عن تلت الستارتنج تورك اللي هو العادي. مين العادي ده؟ ان حضرتك تروح تجيب تي ام جي لقيت اس ايكوال 1 اللي هتبقى 3 في سكوير على اوميجا اس الكلام ده في ار 2 داش على 1 ونكمل هنا دي اي سي مش عارف متشقلب الدنيا ليه عشان اس كل واحد تمام اس واحد انا سهل اس واحد بالفريكونس عليه يبقى اي سي تمام يبقى الار دي هي ار اي سي طيب خلاص جيب الرقم وطلع معانا الحمد لله زي ما يطلع. السؤال بقى نكمل بعدين، هل الموتور ده يقدر يعمل ستارت اب للود اللي عندك على افتراض ان اللود عباره عن كونستنت لود فول لود اللي هو الفول لود ده اللي هو كنا حاسبينه قبل كده؟ هو ايه السؤال ده يعني بيقول ايه؟ بيقول لي ثلاثه كده لو فرضنا ان لو ده الكيرف بتاعك وده كده الماشين العادية خالص فانت طلعت ترك عامل ازاي؟ ده اللي هو الستارتنج اللي هو بالنسبة لي دايركت اون لاين. اللود انا هفرض مثلا ليكن هنا ترك اللود تمام كده؟ لما استعمل صورة دلتا هو ايه اللي هيحصل في الكيرف الاساسي اللي فوق ده؟ هيقل لتحت تمام؟ والقيمة دي هتنزل للتولت اللي هنا. طب التولت ده والله لو التولت بتاعي كان هنا يبقى كده الموتور بتاعي مش هينفع شغل اللود. لو التولت بتاعي كان هنا فيما اعلى فيما اعلى هينفع يشغله. فالمقارنه بتاعتك في ايه؟ المقارنه بتاعتك ان انت تروح تستعمل او تحسب يعني التي ستارتنج باستعمال مين؟ الستار دلتا وتقارنه مع التي ام جي عند كام؟ اس 0.4 لو بيقول عليها دي ولا ده لو اكبر من او يساوي ينفع تمام لو اقل من يبقى ايه ما ينفعش في مشكله كده طب اسالك سؤال لو هو ما ينفعش ايه الاقتراح من عندك يعني اعمل ايه عشان اخلي الموتور ده يشتغل لا استعمل ايه هو الاستار ده خلاص مش هينفع استعمله استعمل ايه استعمل ترانسفورمر هو ده اللي في ايدي حاليا انا اصلا مش عارف اعمل ديزاين من جديد عشان ازود دي بار او الكلام ده طيب فبالتالي انت عاوز على الاقل على الاقل ان الستارتنج تورك بتاع المكنه يبقى هنا مش كده؟ معنى كده ان الستارتنج تورك بتاع الاوتو ترانسفورمر بال يعني بالميت خالص يساوي مين؟ التي ام جي عندي كام؟ اس 0.5 طب ده مين؟ ده هو الاي سكوير في التي ام جي اتس كام؟ ايكوال 1 ده اللي هو الستارتنج عند اس 1 تمام سوي بالتي ام جي ات اس كام 0.05 دي عندك دي عندك جيت مين الايه بتاعتك مش مشكله كده حد متضايق من حاجه خلي بالك وانا بتكلم على الستارتنج انا دايما يهمني الحته دي بس ما يهمنيش اللي بيحصل بعد كده فما حدش يقول لي ان الستارت بتاع الوضع هيتغير او سرعه تتغير هقول لك لسبب بسيط حضرتك كلمة الستارتنج دي أنا كل اهتمامي إيه اللي بيحصل هنا بس؟ إن وسيلة الستارتنج دي بمجرد ما قلت لها أعمل ستارت أب برميها في الزبالة. فاهميني؟ كمثال بسيط خالص. هنقول أحمد عنده القدر إن هو يشيل 50 كيلو. تمام؟ ويمشي بيهم عادي والكلام ده. بس مشكلته في حاجة واحدة إن هو مش هيقدر يقف بيهم لوحده. يعني طول ما هو قاعد كده ما يقدرش يشيل 50 كيلو ويتحرك بيهم. بس هو مجرد ما اتحرك يشيل 50 كيلو براحته. فايه اللي يحصل؟ انا بكل بساطه هاجي انا جنبيه هشيل انا هو 50 كيلو نرفعها على كتفه بمجرد ما وقف اسيبه مع نفسه. يبقى انا مش هكمل معاه، يبقى انا مش هاثر على النورمال اوبريشن بعد كده، هاثر بس فقط فين؟ في الستارت. وعشان كده اللي بيحصل في الستارتنج كالاتي، ان لو فرضنا مثلا انت لو ده الكيرف الاساسي وحضرتك ضفت ار اد عشان تكبر مين؟ الستارت، انت مش شغال على الكيرف ده على طول، يعني انت دوبك اخرك شغال في حته الستارتنج دي. وبعد كده ينزل على الكيرف الاساسي. وتكمل على الكيرف الاول الاساسي اللي هنا. فلو كان عندك لود واللود ده كان كده هو في البدايه ما كانش الموتور قادر يشغل بمجرد ما ضفت ار لا بقيت اقدر اشغل بس الحته دي انا شغال على الاساس اللي هنا ماليش علاقه بده ده مش موجود يعني لو رسمنا الكيرف ده بشكل تاني هتلاقي نفسك بتعمل حاجه زي كده هو ده هو ده الطرق ان في الاول
واحنا كملنا كمان يعني زي كده اهو، وده ايه كده، ده الترك الاساسي اهو. انا باجي في الاول مش شغال عليه، انا شغال على مين؟ على الترك الجديد اللي هو بتاع المكنه من هنا. فاهمني والله؟ فاهم يا احمد؟ بص لو ده الترك الاساسي اهو تمام، هنا ترك اللود اكبر من ترك الماشين فمش هقدر اشتغل. فروحت انا ده في الكيرف الجديد ده اللي هو مثلا وليكن حطيت ار اب. طب هل الار اب بيكمل معاك؟ لا، بنفس المثال اللي قلت لك من شويه ان انا بس هساعدك عشان تقوم وبعد كده هسيبك مع نفسك تمام. فبالتالي انا اهو رحت قايم انا وانت قمنا باللود قمنا باللود، وعند لحظه معينه رحت رحت ايه انا ماشي، بمجرد ما سبتك هترجع على الترك الاساسي. فلو خدنا الشكل ده هتلاقي نفسك في الاخر حاجه زي كده، ان انت في الاول انا وانت اهو، وفي اللحظه دي سابك رحت انت جاي على الترك الاساسي تمام. حد بيعمل حاجه؟ طيب هو ده اللي بيحصل في الدنيا يعني. مسار رقم 3 بتتكلم على الدبل كيج موتور. هتلاقي هنا بدي لك المسار بيقول لك ذا ايكوفلنت سيركت ستاند ستيل، ذا ايكوفلنت ستاند ستيل امبيدنس. ليه كلمه ستاند ستيل دي؟ بالظبط كلمه ستاند ستيل معناها ان الان ايكوال بزيرو، واللي يهمني اكتر ان الاس ايكوال 1. امبيدنس ريفيرد معرفش لمين، يعني هو في الاخر عاطي الامبيدنس بتاع الروتر. فكده مديني الزد اوتر بتاع الروتر ومديني الزد انر بتاع الروتر، الكلام ده على الديس كام؟ ايكوال 1. بس هو مديني ارقام وشايل لي مين في دول مين ومين في دول مين، يعني 6 زائد جي 2 و1 زائد جي 5. اللي ار كبيره مين؟ اللي هي الاوتر تمام؟ فمعنى كده يبقى ده هو ده اللي هو 6 زائد مين؟ جي 2 وده 1 زائد كام؟ دي 5. طب عاوز احسب ايه؟ بيقول لك بقى بالنسبه لك لو انت عندك مكنه بالشكل ده اللي هي فيها انر وفيها اوتر، عاوزك تحسب الريشيو اللي ناشئ عن الاوتر كيج على التورك اللي ناشئ عن الانر كيج، ده هيبقى كام كريشيو؟ في حاجتين، مره لو الاس 0.5 سوري 0.03 ومره الاس بواحد تمام؟ يعني هو في الاول وفي الاخر هيبقى في تورك في المكنه جاي منين؟ جاي نتيجه الاثنين دول مع بعضيهم. فعاوزك بس تحسب الريشيوز. فاكرين حته اللي انا في الاول لما شرحت لك قلت لك ان كل الكرنت هيمشي بره فهيكبر تورك وما اعرفش هيعمل ايه؟ فهو عاوزك تفصل الحته دي يعني كارقام. طيب المسائل اللي فيها ريشيو زي بالشكل ده بتكون اسهل بكتير لما اقول لك هات لي الارقام. هات لي ارقام عامله ازاي يعني؟ طيب مبدئيا هو انا هجيب التورك ده ازاي؟ هو هجيب ريشيو ازاي؟ ما عنديش حاجه اساسا في المساله اللي هو امبيدنس في المساله. لما تلاقي نفسك مزنوق في حاجه زي دي ارجع من حيث ابتدات الخليقه زي ما بيقولوا. بمعنى هو الترك ده في الاخر عباره عن ايه؟ مش الترك ده عباره عن 3 اي سكوير في ار 2 على اس على اوميجا اس؟ مش ده هو الترك بالنسبه لي؟ طبعا لو انت عايز تحط داشات حط داشات براحتك يعني. فانا عندي هنا 2 ترك، في الترك بتاع الاوتر يبقى الاي بتاع الاوتر والار بتاع الاوتر. والترك بتاع الانر زيه بالظبط يبقى تي اي 2 داش بس هنا انر في الار 2 داش انر على اس وننزل مقسوم على اوميجا اس، مش كده ولا ايه؟ انا عاوز ريشيو اقسم تورك على تورك يدينا هنا 3 مع 3 اس مع اس اوميجا اس مع اوميجا اس، هيتبقى في الاخر خالص حاجه بشكل كده الاي 2 اوتر على الاي 2 انر، الكلام ده سكوير، خلي بالك الكلام ده المقدار بس مش كده؟ في الار اوتر على الار انر طبعا 2 و2. ده كقيمة عندك في المسألة اللي هي الستة. ده كقيمة عندك في المسألة هو كام؟ الواحد. بس أنا ما عنديش الطيارات. الموضوع بكل بساطة من السيركت دي، من السيركت اللي هنا دي، الأي إنر اللي هنا مش عبارة عن الفولت اللي هنا مثلا، اللي أنا مثلا وليكن هفرض إن هو الإي على الزد اللي هنا، وإذا بالظبط الكرنت اللي هنا عبارة عن نفس الفولت على الزد اللي هنا، فبالتالي أنا أقدر أقول في الآخر ان الاي 2 اوتر هو عباره عن الفي، بس مش هسميه في بقى لان الفي ده بيبقى من بره، ولكن هسميه اي على الار اوتر على اس زائد جي اكس اوتر. وزيها بالظبط مين؟ الاي انر هو عباره عن نفس الاي على الار انر على اس زائد جي اكس انر. بس خلي بالك انت ما عندكش ايهات، انا مش عاوز ايهات، انا عاوز ريشو تمام. بالاضافه مش كده بس، اذا كان انا عاوز الابسوليوت سكوير فهاد ده سكوير وهاد ده سكوير، يتبقى معاك في الاخر ان الاوتر تورك على الانر تورك
عباره عن حاجه بالشكل ده كده، ار انر على اس، الكلام ده سكوير لما تمسك ده تربعه يعني، زائد الاكس انر سكوير على الار اوتر على اس، الكلام ده سكوير، زائد الاكس اوتر سكوير، والناس دي مضروبه في نفس الار اوتر على الار انر. اصبح كل الناس معروفه بالنسبه لك. كل بس اللي هتعمله عند الاس بواحد عوض في المعادله دي، هيطلع معاك ان الاوتر تورك كبير جدا مقارنه بالانر تورك، وده اللي احنا اثبتناه اساسا في الشرح، ان معظم التورك بيبقى جاي من الجزء اللي فوق. تمام، اس ايكوال 0.3، هتلاقي ان الاوتر تورك اقل من الانر تورك، فهتلاقي ان معظم التورك جاي من جوه. في مشكله؟ دي المساله. هو هنا دي اللي هي الار على اس ولا ار بس؟ ما هو السبب بسيط، هو بيقول لك استنى السلم، لو انت حتى قلت ار على اس اس بواحد. ايوه انا فاهم دي، انا اصلا يعني لو كانت حاله غير كده مثلا تبقى ار على اس. لا ما هو لازم بقى يدلك عند، يقول لك عند اس معينه، فلو قال لك عند اس معينه يبقى دي ار على اس، شوف الار بتاعها بكام. في مشكله كده يا شباب؟ طب حصل قبل كده في امتحان اخر سنه ان راح جاب له ايه بقى؟ ما قالوش عاوز ريشيو، لا قال له انا عاوز التورك عند الستارتنج بكام والتورك عند الفولو بكام، يعني يعطوا قوسين معينين يعني. فالتورك بشكل عام التوتال يعني هو الاوتر تورك زائد مين؟ الانر تورك. طب اجيب الكلام ده ازاي؟ حضرتك بقى من خلال الكورن سيركت اللي عندك. طبعا كان مديله بقى ارقام كل حاجه. كان بقى لازم تروح تجيب التورك اللي ناشئ هنا كام والتورك اللي ناشئ هنا كام. طب اجيبه ازاي؟ بنفس اللي كنا قلنا عليه من شويه اللي هو 3 اي سكوير في الارض. هي ختمت الاندفاع ده عشان مسات امتحان. انا اتخضيت عشان مسات امتحان. قفل القفل بتاعنا. قفل مين؟ فين عشان اقدر اجيب الاوتر تورك والانر تورك؟ فاحنا قلنا من شويه ان الاوتر تورك هو عباره عن 3 اي 2 داش سكوير في الار 2 داش على اس على اوميجا اس. الكلام ده عند اي اس طبعا. تمام؟ زي بالظبط اللي هو مين؟ الانر تورك، يبقى 3 اي سكوير في الار 2 داش على اس. طبعا سوري، دي اوتر ودي اوتر ودي انر ودي انر على اوميجا اس، والكلام ده عند اي اس. تمام؟ مشكلتك في مين؟ في التيارات. اجيب التيارات ازاي؟ هو ده الاي 2 انر وهو ده الاي 2 اوتر. هنا بقى كنا هنضطر نعمل ايه بقى؟ حضرتك ما انت ما عندكش الفولت ده اساسا، انت كل اللي عندك الفولت ده، وعندنا الار دي والاكس اللي هنا وكل الارات والاكسات. كنا هنضطر ناخد البرانش ده بارل مع البرانش ده، وبعد كده ده مع ده مع ده سيريس كونكشن، يعني ده مع ده بارل والمحصله مع مين؟ ده سيريس. يبقى كنت الاول هتضطر تروح تجيب الاي 1. اجيب الاي 1 ازاي؟ هو عباره عن الفي على الزد بتاع الموتور كلها. مين الزد موتور؟ الزد موتور عباره عن الزد بتاع الاستيتور اللي هي الحته دي، زائد الزد بتاع الانر بارل مع مين؟ الزد بتاع الاوتر. طب بعد ما جبت كده هتضطر تعمل كارنت ديفايدر بين البرانشين دول. هتروح تجيب الاي 2 انر، هي عباره عن الاي الاساسيه اللي انت جبتها من شويه اللي هي دي، في البعيده على الانر زائد مين؟ الاوتر. وزي بالظبط مين؟ الاوتر. وبعد ما تجيب الكلام ده ارجع اوت هات التورك ده وهات التورك ده. كانت رخامه المساله ان هو كان عاوز مرتين، مره عند الاس واحد ومره عند الاس 0.3، فكنا مضطر نعمل احنا ده مرتين. امتى اعمل الكلام ده؟ لو هو كان محتاج التوتال تورك. ما تعملوش زي الناس اللي عملت قالت لك لا اصل احنا عارفين في الاول في الستارتنج معظم التورك زي ما قلنا من شويه جاي من مين؟ الاوتر. جاي من الاوتر. فالناس راحت اهملت البرانش ده، البرانش ده خالص اهملته مع نفسها يعني، وحسبت المساله كانها بس عندك ايه؟ اوتر تورك يعني او اوتر كيج. وهي بتحسب في الكيس دي عملت العكس، طيرت ده وحسبت نتيجه ده. وطبعا ايه؟ خدوا كام صفر في المساله؟ صفرين. اثنين، صفر هنا وصفر هنا، مش واحد بس. في مشكله؟ طب اخر بس ملحوظه في المساله دي، هو هنا كان بيديني الان بتاع المساله 750 ار بي ام. هو باي ديفولت لو إيه؟ لو الان مش قايل لي هي ايه بالظبط، هي الان في اللود ما عدا الان دي اللي هي بالشكل ده اللي هو الارقام اللي هي 3000 واكسرها، يعني ايه 3000؟ 1500 1000 750. تمام؟ ان الناس دي دايما بتبقى مين؟ هي الان اس. وهتلاقي كمان هو لا مدي لك فريكونسي ولا مدي لك البولز بتاعتك بكام. طب انا برضو عرفتها منين؟ لو عملنا بس جدول ظريف كده، مش احنا عارفين ان الان اس اساسا هي 60 في الاف 1 على البي. تمام؟ فلو عملنا جدول زي كده وقلنا ده 60 هرتز، وقلنا هنا 50 هرتز، وقلنا هنا ال 2 بي،
فلو حضرتك التو بي ب2 ولا 4 6 8 10 وهكذا. لو خدت هنا التو بي ب2 هنا وخدت ده 60 هرتز هيطلع معاك السرعه دي 3600. لو خدت التو بي بتاعتك ب 4 والاف ب 60 هرتز هيطلع معاك ده 1800. لو 6 هيطلع معاك هنا 1200، لو 8 هيطلع معاك هنا 900. الناحيه الثانيه لو خدنا 50 هيطلع هنا 3 1500 1750. فاي رقم من دول في المسائل هو بيبقى دايما مين؟ باي ديفولت هو الان اس. تمام؟ طبعا مش لازم تحفظ الجدول، انت لو اوريدي حافظ دي ومش مديلك ناف ومش مديلك البي تقدر تستنتج مع نفسك هو الان اس بتاع ده كام. تمام؟